جديدة بن على بن. مرحبا بكم على نسمة جديدة، انتم تتفرجوا في برنامج صحتك في صحنك. كما العادة كل يوم نتقابلوا قبل شقن الفطر، نحضروا لكم غسيت ونحكيوا على موضوع هوني مع لي زانفيتي بتاعنا. وكل عادة بحذانا شيف سليم بن عمر، مرحبا بك. عسلامة نوال، صافا لاباس؟ الحمد لله. ثاني نهار في رمضان، صافا فورما؟ صافا هذيك شد روحك. لاباس لاباس، لازم منه القلق نتاع الايامات الاولى. كل عادة تعمل لنا غسيت هيلثي. اي اليوم باش نطيبوا لازانيا فيها البيشاميل والصوص نتاعها، ومن بعد نعملوا المونتاج مع بعضنا، نركحوا اللازانيا نتاعنا مع بعض. اوكي هاي نبداو. باهي الو، دونك عندي الزيت نتاع الجديده، دونك زيت جديده نبداو بيه، نحطوه في البوال. اي نبداو بزيت جديده، ومن بعد هذي نحطو تاع تيفال. براتيك برشا البواني هذي، نحيه من بلاصه لبلاصه باش ما اي سيرتو في الاميناجمون هذي، حتى كي باش تحطهم ما يبداوش داخلين بعضهم ويبداو ديكالي يدخلوا تحت تراسيلك تقلب فيهم. اي اي سي فري، وبراتيك وش ساعات البوانيه ديما تلزها باش تطيح، نحيها تعمل اكيليبر. فوالا باهي، دونك باش نحطو الزيت نتاع جديده باش نعملو الصوص نتاعنا نتاع لازانيا. داكوغ، هات عليك تو نرجعهم. باهي، باش يسخن الزيت نتاعنا شوية. أي عندنا البصلة نتاعنا، قصو البصل جويد. احنا لهنا شنو باش نزيدو؟ باش نجبدو الدجاج نتاع ضيعتي وباش نرحيوه. داكوغ، يفزا لهنا جبت لنا الروبو هذايا باش نستعملوه. باهي، دونك ناقصنا كان ناخذوا الدجاج. الدجاج ضيعتي دي باركيت حاضرين حاضرين باش فيهم بلون دو بولي. البلون دو بولي نتاعنا قصو، باش نقصو اون كوب باش يسهل علينا عملية الرحيان. ولو انه الالام ينجموا حتى كان تحطوا نص على زوز، اما هكا اسهل فيسع فيسع. فوالا، اي حتى كان نحطوها كامله سوبريم كامل ينجم يتقصص در كامل، واحنا نسهلوا ديما باش نربحوا وقت. فوالا، دونك انا لهنا باش ناخذ صدر ونص. قداش من شخص الوجبه هذه؟ تاع دو بيرسون. دو بيرسون، زوز من الناس كون مريكل. هو الزدر يوزن ببري في 350 غرام. احنا خذينا 400 غرام مع بعضهم هكاك. لقيت الروبو. فوالا، باش يخدم. البصل نتاعي نقصت عليه النار بالطبيعة باش ما يتحرقش. فوالا، ساهل في البراتيك. سي بون، عندنا دجاج مرحي. فوالا، لا قص بالسكينه، لا تعب روحك، لا حتى شيء. باهي، دونك نكملوا نحطوا الدجاج نتاعنا، ناخذ مغرفه. باش تخليه يطيب شويه. تبع، خليوه بالكدا. عندنا وريقات الرند هذوما نحطوهم معاهم. باش نحطو الفاح نتاعنا كالعادة، شوية ملح. اي عطيت اسمه كلام نصائح الدكتور، نقصو شوية من الملح بالطبيعة.
نقصنا شوية. فلفل أكحل؟ فلفل أكحل، شطانة مغرفة، شوية كاتري بيس لتابل الكروية، والفلفل الأحمر. حطينا الرند باش يسايب القوم تاعو. فما ناس تحط الرند في الآخر، كل واحد وكيفاش. بيان سور، إي. حطيتهم الأول هكا باش يسايب الريحة نتاعو. راك تقول شبيه ما حطش الثوم هذايا؟ إي. ما حطيتش الثوم على خاطر ديجا عندي الطماطم نتاعي نتاع ستيكاب فيها ديجا بالثوم. ديجا مفوحة بالثوم. فوالا. دونك الثوم هذا باش تستعمله في حاجة أخرى ولا زينة؟ بون، كنت باش نستعمله مي لقيت اللي فما اللي عندي ستيكاب حاضرة من غير ديجا فيها ثوم. دونك تسهل العملية. دونك خليك تقدم شوية في الغوسيت شيف. هاي ترجالي تقاني ديجا بديت في البيشامين إن شاء الله. اليوم باش نحكيو على الاضطرابات الغذائية في رمضان. كي العادة جيب حدينا دكتور زبير شاطر توت سويت في صحتك في صحنك. يجيب حدينا دكتور زبير شاطر طبيب تغذية، مرحبا بك. مرحبا. ديما سافي ان بليزيغ اللي يجيب حدينا دكتور. وتشرفت اللي استدعيتوني من الاول باش على الاقل نحكيو شوية على شوية نصائح لي بون لي بون براتيك اللي لازمنا نعملوهم في رمضان. رمضان مقترن برشا بالقلق في الجهاز الهضمي دكتور. انا هما ابرز الاضطرابات اللي ديما يرجعوا عليهم كوم موتيف دو كونسلتاسيون. اي الاضطرابات هي مربوطه عاده بالغازات بالغاز والكلوباتي اللي عندهم مشكلة القولون العصبي والكلوباتي فونكسيونيل اللي عندهم يولي عندهم كونستيباسيون في رمضان. هذوما اكثر حاجات تقلق. فما زاد اللي تقلقوا من وجيعه الراس تو احنا النهار الثاني ديما نهار حتى النهار الثالث فما من الاول طون اللي بدا يستانس فما شويه وجيعه الراس زاده. وفما زاد التعب والفشله والضعف زاد البدني نجم يصير. فما ستار دكتور غجير. الجير اي الجير ستار في رمضان. الجير اون فيت للعبيد اللي تبلبس راهو كان عبيد تاكل حم بصفه عاديه ويعرفوا كيفاش ياكلوا ويتبعوا شويه احنا في الاخر تو نحكيو على موديل شويه كيفاش نجمو ناكلو. ما تقلقوش برشا. مي الجير هو على خاطر المعده تخدم اكثر من العاده، على خاطر الحموضه نتاعها طلعت، وعلى خاطر مازالت معبيه، دونك الحموضه هذيك تطلع الفوق تولي تقلق. فوالا. دونك حاله ماهيش ما تصيرش كان احنا نحترموا شويه قواعد نتاع الماكله نتاعنا. اي واحنا خاطر اونتر اوتر ديستيني زاد للناس اللي تقلقوا من الحاجات هذه نحاولوا نحكيوا عليهم. اي اللي اكثر معناها مش منهم هما مسكنات هو القبض معناها هو اللي اكثر حاجه هو اللي غاز. كونستيباسيون. الكونستيباسيون علاش؟ خاطر ينقص برشا الماء براتيكمون صنايع فما 15 ساعه ولا 15 ساعه ونص معناها سي. في ال 15 ساعه ما يشربوش ماء. البسار نتاعنا بيان سور تولي تثقل عليه شويه الخدمه. وبرشا عباد اللي عنده شويه هكا استعداد للقبض يولي عنده قبض اكثر. دونك هذوكم في بعد شقان الفطر بالطبيعه المشكله هي كما قلت لك جات من الماء، يلزمنا يشربوا كميه كبيره في الماء. اما شربين الماء مش ورا بعضه وكميه كبيره. خاطر الجسم راه ما يخزنش الماء. يعني تشرب يترا ورا بعضها ما تقعدش كلها في البدن. ياخو كان اللي حاجته به. ياخو كان اللي حاجته به وباقي الكلاوي تتصرف فيه. اي. دونك يلزم ناخذوا برشا مرات ليله كامله كميات ديما كاس ماء على الاقل سته كيسان ماء نوزعوهم على ليله كامله مش مع بعضهم نشربوهم. دونك الغلطه هذيك ما لازمناش نعملوها نتاع دوما يذن نشربوا برشا ماء. لا يشربوا شويه وياكلوا خاطر يتقلقوا. هي الباساج نتاع الماء فيسع في المعده ياخذوا ربع ساعه 20 دقيقه مي كمان انت باش تاكل. دونك يولي ماء وماكله في وسط المعده باش تتقلق اكيد. دونك شويه ماء باش نجم تتعشى ومن بعد حتى في وسط الماكله تنجم تاخذ زيت شويه ماء ومن بعد ما تتعشى تنجم شويه تزيد كميه اخرى. هذه الحاجه الاولى اللي ننصحوا بها. الحاجه الثانيه هي الالياف. مثلا حاجات معجنه برشا حاجات حلوه برشا تسبب زاد الامساك والقبض. دونك ماذا بينا حاجات فيهم الياف. الياف نلقاهم مثلا في الحبوب كامله مثلا في السيريال عاده خاصه نلقاهم في السلاطه في الخضر وفي الغلال. دونك هذوما فيهم زايد الياف اللي تعاون الالياف اون فيت تدخل في المسار نتاعنا وتجبد معها الماء مش معناها الانسان يقعدوا معبين بشويه ماء. دونك الترانزيت يبدا خير.
يسهل عملية الهضم. أي ومش الماء كهوة، هي تجبد معها حتى شوية السكر شوية كوليسترول، ونتعاون حتى السكر والكوليسترول ما يقبلهمش كل الكمية الكل ياخذها البدن، فما بارتي منها تتعدى. داكوغ، هذا فيما يخص الإمساك. نكثروا من الغلة، من الغلة والخضرة. وفما حاجة أخرى اللي هي زادة لازمة هي الحركة، خاطر الجسم خاصة في رمضان فما عباد ما عادش تحرك برشا، وحتى اللي كان يعمل سبور يوقف ولا دونك قلت الحركة هي بيدها تسبب، دونك لازم نعملوا حركة أما متوسطة مش قوية برشا، مشي ولا بعد العشاء دورة صغيرة، هذاك زاد يعاون على باش ما نتقلقوش. باهي، هذوما أبرز الحاجات اللي نجموا يصيبوا الاضطرابات الغذائية اللي تصير في رمضان، سينو نعطيو أن موديل نتاع روبتور دو جون. أم موديل تحفون ويعاون العباد الكل. قبل نعملوا طلع على الموديل نتاعنا اليوم. أي. أنا كالعادة شيف سليم يحضر لنا موديل نتاع شقة الفاطر، نجيو بحذاك. أي. أي. كان ما تحبش ما يصيرش. لا بالعكس. أنا جايين. ايوا شيف وين وصلت؟ دونك مولا نسينا الصوص نتاعنا نتاع اللازاني، تو باش نعملوا البيشاميل. دكتور زبير بحذانا. مرحبا. دكتور بحذانا باش ينصحنا كالعاده. ايه باهي. باش نسالك المره هذه مش ننصح، اما الثوم بالمجد والرند ظهر لي شويه وانا من احب الثوم والرند. ايه ما فهمتش علاش يدك على الثوم والرند. ما حطيتش برشا. الرند يبان برشا. بيان سور شفت هي الصوص طومات يمشي معها على الاخر الرند، الحلقه اللي فاتت شفنا عملنا الحبق يمشي وزاد كيف الرند، احنا ما استعملوش برشا تويسه الحبق، نستعملوا الرند. نعرفوا دونك الجو تاع الرند في أي. في خشمنا ديما كيشموه نتفكروا ديريكت الطاوله والمقرونه. دونك هذاك علاش نحطوه يفوح بالكدا. ما حطيتش برشا، هو حب على الكونتيتي، هو ورقتين بيرسون دو بيرسون. هو ثلاث اوراق حطيت. وسينو حتى ثوم ثوم حطينا التومات في التومات ستيكاب. اي الكونكاسي بالثوم ديجا فيها ثوم بالكدا، مفوحه بالكدا تاع ستيكاب. دونك ما حتى كي تزيد ما يضرش، هو مش مشكل. اي بالعكس ما يبدلش المطعم ثوم. المقرونه تحب برشا ثوم، تحب برشا ثوم. واحنا لازانيا ديجا بازيك نوع تاع مقرونه. فوالا دونك تو باش نعملوا الصوص بشاميل. اي البشاميل نتاعنا باش ناخذ انا جديدة برسك 50 غرام، دونك عندي 50 غرام جديدة. كي نحطو جديدة نستناو حتى كشي تذوب، تذوب بالكدا باش نزيدوها الفارينة. دونك هذيا عندنا الصوص بيشاميل، ديما صوص بيشاميل نبداو نعملوها برو، رو هو نعملو بيه ليزون معناها نخثرو بيه أي ماكلة. داكو فهمتني؟ دونك احنا باش نخثروا الحليب بالرو باش يولي عندنا صوص بشاميل. ايه بالطبيعه باش نفوحوها شويه ملح فلفل اكحل، باش نزيدوها النواد مسكات اللي هي جوزة الطيب. اللي هي هذه. فوالا هذيك جوزة الطيب. دونك الزبده نتاعنا سي بون بريسك ذابت. نحطوا الفرينه نتاعنا. قداش تحط فرينه؟ على الخمسين نحطوا 50 زادة فارينة بالنسبة للليترة. أما هي بيسك لازانيا باش نقصوا شوية من الفارينة باش ما تجيش عاقدة. فهمتني؟ دونك باش نعمل 50-40 فارينة. هذايا موزونة ديجا 50 باش نخلي منها شوية. داكوغ. فهمتني؟ دكتور كي ناكلوا لازانيا وحاجات هكا ما تقلقش، ما يلزمناش نكثروا منهم، ما لازموش نحرموا رواحنا زاد. ما يلزمش نحرموا كيما تعرف كينا على الحرمان حكينا عليها البارح، اما ما يلزمش ناكلوها هي ديريكتومون معناها. بعد لازم نبداو الساعه بسلاطه، نبداو بحاجه اللي خاطر فيها دو سكر رابيد اوتوماتيكمون لي بات فيسا فيسا يتخبلوا في الدم. دونك باش نقصوا لابسوربسيون تاع السكر رابيد احنا، وباش ما نخليوش بولوس كبير نتاع انسولين في البدن اللي بعد يطيح لنا السكر، يفو ميو من قبل ياخو بات. فما شكون حتى ينصح بالبروتيين قبل ياخو السلاطه ومن بعد البروتيين ومن بعد البات، تاخذها ترونكيلمون ناحيه شويه جوع، دونك مش تاكل بلافه كبيره
دونك باش تتبننها حتى ديجستيون نتاعها ما تقلقش برشا، معناها مش ممنوعه، مي الطريقه اللي ناكلوا بها هي لازمها تكون مش ملول وعبد عندك الجوع اللي يوجع. اي فوالا، خاطر ساعات هي تبدا مزيانه وبنينه يمشيوا لها ديريكتومون، دونك لازمنا فما مراحل نتاع ماكله نحترموها. فوالا، نطيحوا شويه الجوع وبالسلات وبالبروتين ساعه. فوالا. دونك لهنا عندنا بعد ما تقلت بالكدا جديده مع الفارينه نتاعنا باش نزيدوا الحليب. تبع نزيدوا الحليب قداش عندنا؟ ايتر حليب، ايتر حليب، هاي قلنا 50 40 وايتر. دونك بالطبيعه يلزمنا نحركوا بالكدا البيشاميل، خاطر كي ما نحركوش الفارينه تهبط اللوطه، تهبط اللوطه تلصق وتعمل كعب، تتكعبر. فوالا، دونك لازم نحركوا بالكدا كي سفيسة حتكشي، نحركوا بالكدا بالكدا باهي. اما ناس تعملها على البارد تتحل شويه باش ما تعقدش فيسا، باش ما تكعبرش فيسا. هي الفارينه عندك طريقتين كيما قلنا توا، بالرو تقليهم مع بعضهم الزوز، والا تحل الفارينه وحدها في الماء بارد. هي شنو الفارينه ما تحبش الماء سخون ديريكت وحدها، خاطر تعمل الشوك وتكعبر. فهمتني؟ تو باش تجي تاخذ عليا تحرك شويه، خاطر لازم هذايا ديما تقعد تتحرك. داكوغ، وانت اونتخ تو شنو باش تعمل؟ باش نمشي نجيب الفخوماج نتاعي، فخوماج قيصر. طيب دكتور في الدار، والله الحكايات هذوما نطيبهم راه نعمل عليهم كيف، علاش نتبع علي؟ بون بالطبيعه مش بروفيسيونيل كيما الشيف كيما الشيف، اما نشيخ على الحكايات هذوما. تحب تحط؟ مش مشكلة رجع. دونك انا اخترت باش نستعمل فروماج قيصر ليمونتال هذايا 100% دو لي، باش يبن اللازانيا نتاعنا بالكدا. باش نستعمل زاده فروماج جودا، فرماج قيصر جودا، باش نشخشخوها باش تجي هكا تتلستك وتجي بنينه. فهمتني؟ باهي، هذايا دونك باش ترحيه شيف. دونك قسيت عليك دكتور قبيله، قلت لي تحب تطيب. اي الحق السوس بلونش تعجبني برشا، وهو تو ما بين لونكتيوزيتي والبنه نتاع الفرماج والاسبي اللي تعطيه التكستور نتاعها، وما بين نوتريسيون اللي احنا نورمالمون نقولوا نسيس شويه على صحتنا وعلى، فما راهو اكيليبر ما بيناتهم. انا باش تكون حاجه بنينه لازمها تكون بالمواصفات هذيك اللي يحكي عليها الشيف سليم تو. بقى كيما نرجع ونقول لك، نجم تكون بنينه وتشيخ بها، ما مش لازم تكملها الكل، نجم تعمل عليها كيف وكا، خاطر صوص بشاميل تبنن حتى حد ما نجم، والصغار سورتو يحبوها هي سي فغي، الصغار يحبوها كحاجه سهله وتعطي برشا انرجي وفيسع وبنينه. هما الصغار الكل عندهم غرام بالمقرونه ديما. اسهل حل للصغار يحبوا المقرونه، مكلتها سهله وتعطي. هما الصغار راهو مش كيما الكبار، حاجتهم بانرجي فيسع، حاجتهم يحبوا يشبعوا فيسع. البات توفر لهم الحكايه هذيك، دونك ياكلوا البات فيسع فيسع، ينشطوا تعطيهم الطاقه، وان بلوس ساهل ماكلتها. دور مع الصغار عندنا مشكله ديما مع السلاطه. أيوه. عاده صعيب كان تلقى الخضره اون جينيرال، خاطر فيها يمغضوا ويوسعوا بينهم وبشويه بشويه وما يوصلوش يشبعوا بزربه كيف ما يلزم. اي هذاك علاش من الصغر لازم نعلموهم يعرفوا ياكلوا، معناها لازم يحط الطاوله يقعد يرتاح، نحطوا لهم السلاطه قبل ما نحطوا روبا برانسيبال، كمل سلاتك وقتها نتعداو للبلا برانسيبال وناكلوه ترونكيلمون. لازم تتخبى اللازانيا معناها من الاول، تبدا بنينه برشا هكا. Et bon, c'est une culture alimentaire. Il y a une éducation alimentaire. Il y a une éducation alimentaire. Il y a une salade, une salade, une salade. لا خاطر ريتم دو في اللي عشناه معناها في السنين سي رابيد، راهو نحكيو على حاجات جديده من زاني 50 60، تو سكي هكا ديتيتيك وريجيمات وماكله ديت وحاجات جديده باش نتاقلموا معاهم في السنين الجايه. راه معناها ما نزموش زاد نلوموا على الوالدين برشا. وي وي دونك شايف مازال باش تزيد حاجه اخرى ولا جوست باش نعمل المونتاج من بعد شويه، باش نحطهم لهنا في الباك نتاعهم ونحط تيب اللازانيا نتاعنا. نود مسكات ما نحطوش برشا خاطر مطعمه قوي برشا، جوست شويه يرد البيشاميل بنينه على الاخر. داكور دونك
البيشاميل نتاعي سي بون حضرت تو باش نحطهم في الباك زوز مع بعضهم مع اللازاني لي بيدور نتاعنا. باش نقص لي فرماج نتاعي نتاع قيصر ونخلي الفرماج اللي ربيتو لي انت يعطيك الصحه. دونك دونك شو باش تحط اللازانيا بعد تحط في الفور قداش سخانه وقداش وقت؟ باش نحطوها 20 دقيقة في 180 درجة. 180 درجة. البيشاميل نتاعنا خليناها جارية شوية باش نجم تشربها البات. بات. باش نستعملوا بالطبيعة لازاني ليبيدور. اخترت ليبيدور على خاطرها البات نتاعها باهية وسور معناها ناجحة. ساعات تجي بات ما تجيبش بالكدا ولا حاجة، مي مع ليبيدور ديما ناجحة اللازانيا. دونك تيفال فوالا، نجيبو اللوش نتاعي نعملو كوش خفيفة من الصوص نتاعنا. اش علاش في بالي العكس حطوا البات قبل؟ لا يلزمها شو البات يلزمها ديما تكون في الوسط بيناتها باش تشرب بالكدا. ديما نسبقوا، مش ديما تنجم راهو تحط حتى بشاميل باللوطة، مي نسبقوا صوص نسبقوا حتى ما لازمناش نساوي الكوش اللوطانية بالكل. اي تنجم تقعد لاصقة هذاك علاش ساعات فما ناس تاخذها من عندهم تلقاها شايحة شوية شايحة شوية من اللوطة. لا يلزم ديما نخليو صوص من اللوطة باش تكون مريكلة. شايف خليك تكمل الغسيت ونرجع لكم بعد في الدريساج. اوكي اقرا حاضر. مازلنا مواصلين في ساحتك في ساحنك وبحذانا دكتور زبير شاطر. مرحبا. باش نحكيو على الموديل. أي. الموديل بتاع شقان الفطر وسحور. فوالا دونك شقان الفطر كي نشوفوا شنو حاجته البدن نعرفوا شنو لازمنا نعطيو. اول حاجه هو السكر تايح، معناها بعد نهار كامل الصيام أول حاجة حاجته بها البدن هو السكر. دونك هيك العادة نتاعنا نتاع كحبات دقلة قبل معناها مع شقان الفطر ديما مستحب. إيه؟ دونك حاجة ثانية اللي بدن نقصته هي الماء زادة. دونك كويس ماء كيما قلنا قبيليك ما نشربوش برشا ماء، ماء كويس باش نبداو نرويو به رواحنا مستحب. إيه؟ من بعد كيما بما أنه ما يلزمش نشربوا برشا ماء، حاجة ليكيد يلزم. ومن عاداتنا الباهية زادة كيما نعرفوه هي شربة سحفة شربة نتانو شو فيها البروتين فعلا اللي كتب ربي الحمد دجاج حوت اللي هو بعد سلايطة. إذا نقفوا حد هذوما حد المستوى هذايا البدن ما عادش جيعان برشا اللي حكينا عليه قبيلة كان بحث الشيف سليم ما عادش كلافة متاع الجوع الكبير اللي تخليك تاكل كميات أكبر وما تستوعبش الماكلة اللي باش تاكلها من المستحسن نرتحوا شوية اللي مغروم بالقهوه يعمل قهيوته اللي يرتح شويه اللي يتفرج شويه في التلفزه ومو نسيف ساعه لو طون اللي يدن يستوعب اللي كلاه هذاك. من بعد باش ناخذوا البلا برانسيبال نتاعنا ماناش جعانين برشا باش نعملوا كيف باش ناكلوا في راحتنا باش نشوفوها البلا وكل المجهود اللي عاملينه انسانه ولا شيفين ولا اللي هو ورجالنا زاد ورجالنا وي. دونك باش نشوفوا ساعه ديجا بالفيزيوال نتاعنا شنو هو موجود باش تفهم ريحه زاده باش تشم وباش نبداو ناكلوا بشوي بشوي كيما البارحه حكينا نمغذوا مليح الماكله نتاعنا نوصلوها لعدتنا من بعد ما يزرب فينا شيء عندنا ليله كامله على ذمتنا. دونك ناكلوا في راحتنا لو بليز امبورتون نمغذوا مليح ونهضموا مليح. ان سارتان مومون مخك يقول لك يزي سي بون خذيت اللي غرت نورمالمون تقف مازال عندك ليله كامله تنجم تاكل فيها. يقف وقتها رتحوا شوي. فما عباد اللي في وقتها ياخذوا ديسير مش مسوح به خاطر ديجا المعده تعبيت وكان باش تاخذ غله ديسير اللي باش تقعد تعطي السكر نتاعها مع الاسيد اللي فوق المعده باش يولي يقلق ويعمل لك الجعير ويعمل قلق. دونك الفوميو رتحوا شويه ونديكاليوها للسهريه سويعتين من بعد في وسط السهريه كان باش نعملوا غله شويه فريسيك نخلطوها مع شويه غرت معناها حتى مبول فيهم تنوش شويه غلال شويه ياغورت مع فرويسيك مع بعضها تتقن والا حتى تو اللي يحبوا مثلا
القهوه بكعبه الحلو نتاعها، راهو عمرها ما تسم برشا اللي يبدا يقول لك انا ما يسمن فيك الحلو. هو راهو كي باش تعمل كعيبه مثلا سمسه احنا ولا كعيبه حلو مع قهوه عمرها ما تسم، اما بعدها على البلا برانسيبال واعمل عليها كيف بنفس التكنيك اللي قلنا عليها، عمرها ما باش تسم لك باش تعمل عليها كيف باش تعمر مخك وشيختك باش توصل لها. نورمالمون في السهريه ما نحتاجوش اكثر من هكاك، ابار اللي كيما قلت لك باش نشربوا برشا ماء. فما صنعه اللي تحط في السهريه قدامك بلاتو فيه برشا حاجات، الحقيقه زاده مش مسموح به. هذاك اللي سم، خاطر تبدا تاكل ماكش فايق حتى شنو تاكل فيه، وتغزر تلقى روحك كليت برشا برشا كالوريات مش باش تستعملها الجسم، باش يخزنها كي ترقد باش تولي شحم. وي. دونك يفو ميو اللي هذيك. من بعد فما اللي يتسحر ومن المستحسن انه يتسحر خاطر عندك نهار اخر دونك يلزمنا نشارجيو البدن باش ما يتقلقش من ناحيه السكر ولا الماء. السحور عاده لازم يكون وجبه معناها فيه نشويات اللي يحب خبز بان كومبلي، اللي يحب شويه راعي، اللي يحب شويه بسيسه، معناها حاجات فيهم دي سيريال برودوي ليتي اللي يكتب ونجم حتى طرف غله معناها ياخذها معاه. وفي مش لازم يعبيها برشا. والماء هذاك اكيد معناه ومش لازم يعبي معته برشا خاطر بعد وقت يتقلق الجير. دونك هذا احسن موديل اللي نجم يكون يظهر لي معناه وفرنا البنه والصحه والماكله المتوازنه والليكيليفري. عاده ما نتقلقوش وحتى الثواب يظهر لي خير معناه. فوالا ظهر لي احسن حاجه وكل واحد وكل قدير وقدره كما قلت دكتور، شويه ياغورتا شويه غله حتى كعبه تفاح ما تقلقش. كل واحد الحاجات اللي يحبهم معناها تو الغلال موجوده، فما برتقال فما تفاح الفريز موجود زاد ما فيش برشا حريرات اللي فيه برشا سكر بالنسبه للجماعه اللي يلوجوا على الريجيم، البنان والدقله فيهم برشا سكر. دونك هذوكم ينجم يعاود. مش معناها ممنوعين من عبيتا، معناها تنجم في شقان الفتره تاخذ شويه ما يقلقش زاد. ديما الحرمان جينيرالمون دكتور يعطي الليفي العكسي كي تحرم روحك بعد يولي يعمل اكثر. تعمل كومبيسيون وتاكل تولي دوبل خاطر خايف من العساس واللي باش يحرمك مره اخرى. فوالا يعطيك الصحه دكتور جبير شاطر طبيب التغذيه، ميرسي بوكو ان شاء الله رمضانك مبروك. اقعدوا معنا مازلنا مواصلين في صحتك في صحنك. ايوا شيف الريحه طلعت. دونك هاك تشوف اللازانيا نتاعنا ديجا حضرت. ايه نفكروا السادة المشاهدين عملنا الصوص بشاميل، استعملنا فيها الجديدة نتاعنا قليناها وشفنا كيفاش لازم نقعدوا نحركوا في البشاميل باش ما تكعبرش. وعملنا الصوص طومات نتاعنا عملناها بالطومات ستيكاب الكونكاسي اللي بالثوم. هذاك علاش ما زدناش ثوم من بعد؟ ما زدناش برشا ثوم باش ما تمصدش، ديجا كيكا بيرفيت. وزدنا الدجاج نتاع ضيعتي رحيناه بالوقت. عملنا الصوص نتاعنا حضرت وعملنا المونتاج كوش بكوش. بالطبيعة حطينا من الاول الصوص باش ما تلصقش من اللوطه. فوالا واللي رات الحلقه نجم يلقاونا على فيسبوك بالطبيعة يوتيوب نسمة. بالطبيعة عاد حطينا الفروماج نتاع قيصر. اي الليمونتال والجودة 100% دولي، هذوك هما باش تولي لازانيا. لازانيا على بزو معناه كما نقولوا. لي ريزو سوسيو سينو اللي يحب يعاود يركز مع الريسيت بالكدا يلقانا على نسمه فيسبوك اي يوتيوب، ويلقانا زيد على الباج فيسبوك اسمها صحتك في صحنك. باهي كملوا حطوا هكا. سمعت كلام دكتور حطيت لنا شويه غله. زدت الغله كي قلنا اوبليغاتوار بالطبيعه سلاطه قبل لازانيا حسب الكلام الدكتور، وبتبيع الغله باش نكثروا بلي فيبر. باه باه باش نحطها في الصحن. اي بيان سور. اخترنا اليوم كيوي وتفاح وبنان. دونك سباتيول نتاعنا هزو اللازانيا حطها في الصحن. فوالا اللازانيا نتاعنا مريقله. زينوها. نزينوها شوية، نزيدو كان يحب فما شكون يحب يزيد الفرماج رابي من الفوق، سينو هي ذي مشخشخة لازالي بتاعنا، حطينا فيها الجبن بالكدا. يعطيك الصحة شايف هذايا بالعادة أنا والتكنيسيان بعد ضرب بوني على شكون باش يروح بالعشاء. خليهم لي كوليس.
فوالا لي كوليس تو بعد نصوروهم ما نحكيوش نوريو فاش قاعد يصير. ميرسي بوكو شيف سليم بن عمر. وين نلقاوك شيف سينو؟ انا نخدم في ميركاتو نتاع لاك دو وغادي سبيسياليتي ايطاليان في ميركاتو كل شيء. اي بيتزا عندكم يعطيكم الصحه بنينه برشا. ميرسي بوكو شيف، نتقابلوا غدوه. ميرسي اللي تفرجتوا فينا وميرسي لي سبونسور نتاعنا افزا ضيعتي ليبيدور جديده جبن قيصر ستيكاب تيفال تيميز سوتوفاب وكالعاده الكوجينه المزينه نتاعنا انوفا كونسيبت اللي تربحكم باك كامل الكتروميناجي اوتو فور وبلاك. تدخلوا على انستغرام انوفا كونسيبت تلقاو بوست تاجيو فيه اصحابكم ماكسيموم تاع اصحابكم، والقرعه نهار 26 هي تقف نهار 26 ونهار 27 القرعه ان شاء الله مربوحه للناس الكل. ميرسي بوكو هجر لكاليغراف على اللبسه المزينه. نتقابلوا غدوه، شهيه طيبه. جديدة بن على بن. مع سوتوفاب حقق الدار اللي تحلم بها. عمل علينا في كل ستيل وذوق، احنا نسهلولك الثنية.